السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديوهات، بس للاسف الشديد عم بعتذر كثير لانه ما نزلت اليومين فيديوهات، لانه والله لا النت عم بتساعدني ولا الايباد، ما بعرف شو صاير، في مشكله يعني. حتى عم بنزل على لعبه عم بقطع معي، مره بلاقي حالي هون مره هنيك، فما بعرف شو صاير عندي بالايباد، فعم بحاول ظبطه. فبزور اليوم قدرنا نسجل جيم، فعدد كيلات ماشي حاله، بعتذر منكم على هذا الشيء. شباب بالنسبه اللي بدهم يعني يدعم القنوات، بعتوا لي الروابط على الانستغرام، راح تلاقوا رابط الانستغرام راح تلاقوه بالوصف، ابعتوا لي على الانستغرام مشان نشوف فيديو قنواتكم، وان شاء الله بهاليومين اعمل دعم للقنوات. وإذا كنت أول مرة عم تتابعني، لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ولتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة والقديمة. ومثل ما قلت لكم، بده يعني يدعم قناته، بس يعطيني يبعث لي الرابط قناته على الانستغرام حتى أقدر أشوف فيديوهاته وأشوف قناته، لحتى بعد يومين أعمل دعم للقنوات، وإن شاء الله يكون قناتك من بيناتهم حسب المحتوى، حسب الشيء اللي انت بدك اياه. وطبعا جيم اليوم هو مع المتابعين، لعبت جيم مع المتابعين، رجعنا لسلسلة المتابعين، ان شاء الله بكل يوم او كل يومين راح ننزل جيم مع المتابعين، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. لا تنسى تحط لايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، هذول الثلاثة اهم شيء. شكرا لكم. يعني اللاعب اذا بواجه تيم اللاعب بيفوت بالحيطان. ايه انا كمان نزلت لتحت، ولا واحد نزل. يا الله، طب ليش بدون يرفع التقييم؟ تيم نزل، تيم نزل. ايه نزل لكم. مين معه سلاح؟ خليه يضربهم بدون اسلحة. هني ما عندي، بس عندي طلق اخضر. لا ما عندي. غير كار وسكوب 8 عليه. ليك يلا هذا. ليك وين؟ يلا هذا عم يهرب. اوكي في واحد ابو الفرد وينه؟ ايه ليك هون. لا ليك هون. صح. مات؟ ايه كان دمه بأي نقطة يا زلمة، جنن سماي خيرني. بس في واحد جنبي. ليك قهرمان لاعب، بس مشان ما يفنشني. جاك عندي. كيفك حبيب؟ شوفوا
وين هو؟ اثنين؟ والله ما بعرف. اه نعم القهرمان ديك الباقي هون بصفي. ليك الباقي. بس هو وينه؟ ليكو فوق. ايه يا غيرو ما اعتقد. تعال تعال. انزل 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 نزلني. انزل انزل. كم بالفوق؟ كفو. ليك هون نزل تحت تحت كمولك. ليك ضربت فلاش الثالث كمان. اوف اوف طلق. دي شيل الدي بي والله ما عندي طلق اخضر. انا بعطي ايش قد عندك؟ معي 500. اذا معك 500 هات يا زلمه. خد سديته. انا بقول وين الطلق يا زلمه؟ اذا تتلك هنيك. لا انه وين رايحين الطلقات كلياتهم؟ طلع انت اللي شايلهم. لا يا زلمة اخذتهم من هذاك الزلمة الفقير. الزلمة الثقيل. فقير مو ثقيل. طيب في فلير تاني ورانا. طلع لك الام بهاي. ايه طلع لي. في كمولي روح خد الام. مين ضرب قنبلة؟ مين ضرب قنبلة؟ اوف ايه ليه بريك؟ نزل واحد بس بقي واحد. في سيارة ثانية اجت. يلا وين راح؟ بس شوي. ليك 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 عند الجسر. اثنين عند الجسر. اخذ عنده اخذ الدروب. واحد واحد على البرج. واحد على البرج مشان تعال. بس هذا اليوم وين راح؟ ما كان في اثنين بالمسوداء؟ لا بس واحد. اي كانت ليك ليك هذاك شو عم يعمل هنيك؟ وين؟ فوق هاي. اوف
إيه ليك بلكي بكون بوت بوت ولا لاعب؟ شكله بوت بوت. إيه بوت لأنه بينزل من فوق. بس انه كان عم بيعين علينا، بده يوصنا. يلا تعالوا ناخد سيارة، تعالوا. أرشيخ أرشيخ أكل ما بيموت هذا. يلا ماتوا سوا هدول. أرشيخ ليك ليك، وقف وقف وقف. ايه انا بكون اجوا على هدول البيوت اللي هون. ايه اكيد انا كمان راح يعني. دروب 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 هوني ولا ايه؟ جايين روح لهون. دروب روح عليكم، انا هون. واحد نزل عندك؟ كلهم كلات؟ ايه كلهم كلات. ما تستحي قتلت شو اسمه؟ الصفا؟ انا؟ اه ما تطلع مع تيم عشان ما نضل. ايه بقولوا عم تحكي شي هاي؟ ضربوا سيارتنا. روح اضرب، روح طرف اضرب، بلكي حدا هني. ايش هيك؟ عنده في عالم على حوالينا لانه عم تعلق كتير. روح قدامك. عيفة عيفة عيفة. ما حسبوا لي ولا واحد منهم يا زلمة، وانا بدمج بدمج بدمج. والله كفو عليك. اثنين معهم اوم كمان. مع 60 طلقة اوم. شو بدي ب60 طلقة؟ اللي عم بوس عليهم انت عم يحسبوا لكم يا لكم. اي نزلت رفيقه. ايه يعني حظ ما بعرف شلون يا زلمة. انا عم بقوس بدمج، اخر شي تضربوا له طلقة بيجي ينزل. هذا رقم 2 اخذ كل اللي بالسيارة. هذا شكله مو نظيف. هذا رقم 2 منيح. انا ما كنت عم يعني عم اطلق النار عليهم، كنت بسوء احسن عشان ما تقول لي انه سرقت كلات. ايه والله ليك في ناس.
جبت واحدة. وين هو؟ حط اني يعني هيك عم يركض، بس جبت واحدة. أعتقد راح من اليسار و عزوم. رجعوا عزوم، رجعوا. كونوا مكمبر بشي محل هون تحت.